أبغى أقول شغلة بالنسبة للجمهور. الحين مو في دراسة عن بعد والاجتماعات عن بعد، يعني أنت تخيل أنت تروح الملعب وتلقى جمهور ناديك يهتف ضدك، مش الجمهور المنافس، جمهور ناديك يهتف ضدك، هذا له آثار سلبية كثير على اللاعب في الملعب ولا لا؟ طبعا طبعا. واللاعب يعني ممكن ينصدم ما يؤدي. اليوم الجمهور صار هنا، يعني أنت الحين صرت مشجع عن بعد، ترى آراءكم كمشجعين وجماهير في السوشيال ميديا كل اللعيبة يقرون. أعرف أنه المشجع أحيانا يبغى ريتويت ويستخف دمه أو يتنمر على بعض اللاعبين، بس أنت قاعد تضر ناديك وتضر هاللاعب. أنت بالضبط نفس اللي يحضر للمدرج ويهتف ضد لعيبته في وسط المباراة. اليوم التشجيع صار عن بعد عن طريق الهاتف. لا تساهم كمشجع، أنا أقولها لكل الجماهير، لا تساهم كمشجع في المشاركة في حفلة التنمر على لاعب في فريقك إذا أخطأ أو تصرف تصرف فنيا مش كويس، لأنك أنت بالضبط حتكون ضغط على الإدارات. والله لا لا، وش ضغط على اللاعب؟ لأنه أنت بالضبط نفس اللي في المدرج وقاعد يشجع ضد لاعبي فريق. الحين حتى التشجيع، كورونا غير كل شيء. فاصل قصير بعد هذا.